الشوط الاول ومحمد عبد الجليل ومحمد رمضان في الشوط الثاني. ملعوبه جميله جدا جدا من هادي خشبه لايمن شوقي. وسع الكوره بنفسه ودي له جول في الدقيقه 44 ايمن شوقي وعملها حلو قوي خلص. عبد الجليل وقف على وش رجله لهادي خشبه وسام عرابي محمد يوسف ايمن شوقي ويلم ايمن وغير اتجاهه محمد عبد الجليل اللي في سته جنبه هو جول في الدقيقه 18. يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد عبد الجليل جول جميل جدا 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 في الدقيقه 19. شيطه حلوه قوي قوي اهو. ايمن شوقي غير اتجاهه يبعد عنه شريف ويصلحها لمحمد عبد الجليل اللي شوطها مباشره على طول قنبله على يمين ايمن بدر على الارض. احمد عبد الحليم لكن الحاجه تقول يلعب وتتعب الكوره على طول محمود ابو جاب على الارض لمحمد عبد الجليل وماشي محمد وماشي محمد وماشي محمد بيلعبها بالعرض لايمن شوقي. ايمن شوقي وياسر وعايز يلمه على الثابته لكن يقطعها ياسر ولسه الكوره مع ايمن بيلعب الكوره بالعرض حلوه قنبله على يمين ايمن بدر على الارض. احمد عبد الحليم لكن الحاجه تقول يلعب وتتعب الكوره على طول محمود ابو جاب على الارض لمحمد عبد الجليل وماشي محمد وماشي محمد وماشي محمد بيلعبها بالعرض لايمن شوقي. ايمن شوقي وياسر وعايز يلمه على الثابته لكن يقطعها ياسر ولسه الكوره مع ايمن بيلعب الكوره بالعرض حلوه